أحسن الله إليكم. السائل له هذا السؤال عن الشروط التي يجب أن تتوفر عند عقد النكاح، وهل يكفي شاهد واحد في عقد النكاح؟ شروط صحة النكاح: أولا الولي، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا بد من ولي، ولا تزوج المرأة نفسها. ثانيا لا بد من الشاهدين يشهدان على العقد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثالثا لا بد من الإيجاب والقبول الصادر من الزوج أو وليه أو وكيله. الإيجاب والقبول، الإيجاب الصادر من الولي أو وكيل الولي، والقبول الصادر من الزوج أو وكيله. وأيضا من شروط النكاح تعيين الزوجة، تعيين الزوجة، يعني يقول فلانة ابنتي أو موليتي فلانة، إذا كان له عنده أو له عدة إناث أو عدة بنات لا بد يعين. نعم.